رجعنا معكم نواصلوا برنامج رحت الدوار مع محمد عطير على ام اف ام. منين جاك هذا الغلب؟ من المراه. ويني مني؟ وقتاش؟ وقتاش؟ من نهار من روحتها. النهار الاول. نهار الاول. نهار الاول يموت. نهار مكي ماشي الموت. نهار الاول. نهار الاول ركبت للسريمه. هاو هذاك النهار دارت الجام. ماشي الجام راه شويه السريمه اللي واعره. هاو تنهضر معاك الجام. لا الجام دابا هاد اللي ولا تيشد عام من الفم. هذيك السريمه مرمره تضرب ولا شكون يهدم لي سناني؟ السريمه. السريمه. السريمه هي اللي هدمت لي فمي. ملي تنخرج من الطريق تدير لي السريمه هوك. ناري 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 الدراس كيتقطعوا. ما تقدرش نفنفش صحيح. ابدا. ويني مع الرجال. الله فمي سخون. عفريت. اين عفريت هذي؟ ويني حضروا النساء. ما تيبقى. كتعود خل بين. الله يودي. ولكن شكون اللي حاكم متنفنفش المراه قدام وعدكم انا؟ وسيدي نحكمها الان نفسي انا. لا شكون شكون اللي حاكم بالصح؟ اللي حاكم تا سيد الحميد يزيديه عليا. هذا اللي سير يهضر. الله يعاودي. واش هذا اللي قال حليت عيني وبقاو على الخيالات؟ تا هو طاح مع العيالات. تا هو طاح مع العيالات. فازرين فيه ما حقلو. ما تترحموش. الله يرحم الوالدين. ها هو العين والعين. كيمشي لي الوضوء. ماشي هنا وضوء. بعد تخرج فيه عينيها. كيولي الشكوات. اش يقول له هو؟ اش كيولي الوالد؟ كيولي الشكوات. الله يرحم الوالد. واش بصح هاد الشيء المكي ولا على بزاف؟ والله العظيم انا تنهضر معاك بالانجليزي. ما كتفنفنوش. ماشي. مناش مناش. لا شوف التربيه على الاول. مربينكم العيال. اييه. وليتو موستاجير. كيفاش قلت يا الوليد؟ اخويا من قبل انت خدمت تقر فينا. واش تهتم من قبيلتنا؟ ديال اش؟ ديال الغلب. انا؟ اي قلت انا معاكم. قلت انا من الحزب ديال. كيفاش قلتي ليا؟ تحت المسكانه نعشش. تحت المسكانه نعشش؟ وبها نغلب زماني. وبها نغلب زماني؟ بنهار نتمعش. بنهار نتمعش. وبالليل نبات هاني. اللهم تكون مسكين. الله يرحم الوالدين. غادي مع الضل. غادي مع الضل. احويطه احويطه صافي. ما عندك ما دير التعفريت. عندي ما ندير التعفريت. تعفريت اللي جاب التعفريت تيجيبها براسو. انت ما تعفرتيش مع المراه غالبه فيا. هي هذيك تحت المسكانه نعشش وبها نغلب زماني وبنهار نتمعش وبالليل نبات هاني. اللهم تبات هاني يا صاحبي. ولا نبات نصوت. هاو يا تنهضر معاك. خفتي من العمود. من العمود. بن حميدي قلتي لي الا قعدتي مع الجماعه عبر كلامك اييه راه الايام غتفوت وتندم على كلامك. اييه غتفكروه غيولي خايب. الا كان كلام ديال الجواد راه ديال الجواد. اييه كلام ديال السراح راه ديال السراح. ابقى مع مولاي. مشى مع مولاي عماني الحفاظ. عماني الحفاظ. بقيت عا كان دادي. بقيت عا كان دادي. الا قلت شي ماما يصبر يصبر راه ماشي وقتنا هذا راه ايام السراح. اللي قد ما يصبر في حقه يصبر. أيه. راه ايام السراح هادي. اييه تلات بينا صحيح. راه تلات بينا واشنو. كيفاش قلتي لي الوالد فلح يا الفلاح وقوي لزرعك غبارو؟ الا تغير القلب لو جاك يعطي خبارو. فلح يا الفلاح وقوي لزرعك غبارو الا شتي القلب تغير. راه لو جاك يعطي خبارو. ولا بدا صاحبي الوليد الناس الاولين كيقولوا المكتبات نادي. اي المكتبات نادي. واللي ولد لك الزمان ربيه. كيفاش اللي ولد لك الزمان ربيه؟ ايوا راه الزمان مخالف. ما عندك ما دير اصاحبي. لا والو شويه وشويه اللي مقسمه ولا بدا تشوفها. هذا هو اللي ولد لك الزمان ربيه. اي المكي شنو قال الماكله اللي كانت عزيزه عليك؟ الماكله كانت حلوه واللي كانت كتعجبك. تعجبني ولكن في الثالث انا ولي نبكي. شنو هي هذه اللي كتاكلها وتعود تبكي؟ كان الخير بكري موجود ديال الخبز. ما كان لا خبز لا والو. زعما كان الخير موجود. الله يهودي باين الخير موجود. ما حقوك هنا تنشد القراصه. حقوك انت دابا بحال يصيروا منك. تنشد القراصه زيد تنطيح ديك 30 زعبوله ديك 40 زعبوله 40 كرموصه
ديال الشوك تنشطبها كتشطبها تنغسلها مزيان دارك ما كتشطبهاش وكتشطب الهندي الله يا ودي زيد تناكل كتفطر بيها عند الصباح 30 زعبوله 40 زعبوله باقا من الديا بارده كتهود مع الجو بارده جيده شويه شويه تتحقق ل 12 زيد كتمشي تغدى اين غدا ما كاينش ما كاينش الغدا كترجع للقراصه لا 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 واش تنطفوا بعدا مع 40 مع 30 زعبوله 40 زعبوله تانتوك معاها على واش غتاكل وحده اخرى ولا شنو وتمعصت كيفاش تمعصت تمعصت الزعبوط دخل في خوه الضاله تصوبت هوك ها سامات مع بعضياتها وانت بقيتي تحرك ولا والو اسمعي افوالي تتنفق عليا قال نتحرك كيفاش الوالد هذاك اللي كان مع مراتي وسط الجماعه جماعه كطيب اتاي زيد ناس واحد عطاو كاس شرب كاس قال نزيدوني اتاي زيدوني اتاي زيدوني اتاي هذاك جاوبو قال اودي كاس واحد داروه الجواد كاس واحد داروه الجواد الا بغيتي 5 و 6 هود الواد الا بغيتي 5 و 6 هود الواد هود الواد دير سطله حتى ما ديرش على كاس هي القضيه في المعنى في المعية ما هيش في المعنى في الكترة لا فيش الكترة كاس خصك كاس قد بيه الغرض ديال النشوة ديال النشوة كاس واحد داروه الجواد بغيتي 5 ولا 4 ولا 6 هود الواد كيفاش قلتي لي الثلاثة ما فيهم ربح عندك سيدي ثلاثة ما فيهم ربح أما هما الأولى الصباط المطرف الصباط المطرف والكلام المحرف والكلام المحرف والريال المصرف والريال المصرف كيفاش الصباط المطرف الصباط المطرف العنبس كانت يسمروه بالمسمار كيربوه بالمسمار كيخرج الداخل كان قرد مو كبقى يدق كيمحنك كيمحك نبونه باكي قرصك كيمحنك في رجلك الصباط المطرف ما بقى فيه ربح صافي كان قرد مو الكرت الصباط المطرف الطراف هو 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 الخراز أيه هو هذاك إذا كان مطرف راداز عاد الخراز أيه عاد الخراز صباط المطرف هو هذاك عاد الخراز بقى فيه ربح والثاني والريال المصرف كيفاش الريال المصرف 100 مفركتة على 5 دراهم الريال المصرف إذا كان عندك النيكل في جيبك كيتركتو كيتلزمو كيطيحو كيستاسولك الريال المصرف إذا عاد كيتي دفقو دفقو فيهم بحالهم مشاو تما ما فيهم ربح لا ما فيهم ربح والثالثة والكلام المحرف الكلام المحرف تهو تبدل الكلام وتزيد فيه وتنمنم تخسر مع الناس كلام وتوصل الكلام الخيب الكلام المحرف تهو ما لايقش تهو خيب قلنا الصباط المطرف والكلام المحرف والريال المصرف الوليد كيفاش قلت لي ثلاثة من الحلوف ثلاثة من الحلوف أما هما جماعة كصالح هو كيدخل الكلوف جماعة كصالح هو يدخل الكلوف ما توتا غرادك هو والله لا كانت لك من روح بالروح هذاك عديه ولد حلوج مع كثر هو كيدخل الكلوف حسبيه ولد حلوف هذا الاول والثاني الثاني ولد الحلوف اما هو الثاني ولد الحلوف مرتو غضبانه باش يردها زيد عندها 5 الخوت اللي بغات تردها صور مع مرتك وقع على خير الحكس بك الا ما حزلات زيد قدام والديها هذا زوج ولد الحلوف تيصوت مرتو خوته وباه تيشوف تاني من ولاد الحلوف كيصوت المرأة ونسيبو كيشوف باها أي نسيبو خوتو كيشوف هذاك حسبه ولاد الحلوف كيصوت فيه عند باها عيب عيب هذا ولاد الحلوف هذا ولاد الحلوف والثالث من ولاد الحلوف ولاد الحلوف اللي تعبر ميزان بلا صروف تا هو من ولاد الحلوف تا هو حسبه ولاد الحلوف هذاك يغش في الميزان هذاك تغش في الميزان تا هو من ولاد الحلوف تا هو من ولاد الحلوف أنت من ولاد الحلوف ولا ماشي ولاد الحلوف لا انت من ولاد الخير انا من ولاد الزواد الله يخليك دايما معاهم جامع الحبيب المكي العرس شكون اللي كيبرزط العرس السراح هنيري تنهضر معاك على زعما السراح الراجل خاسر فلوسه زيد ما مخلي ما جايب زيد جايب الشيخات جايب هادي جايب هادي أرمى. جايب هادي ايه تينوض اسيدي الاولى تينوض كامل جات تمر فراجه على العوض راه ما عندك كاين الغرباوي اللي هما مديرين عينهم تيشوفوا الفلوس اللي ديال الغرامه فين تيديروها تيديروها في داك اييه في الطبق في الطبق زيد اش يقولوا السراح يقولوا خليهم بلاتي خليهم تجمعوا واحد خليهم تجمع الحصيصه كامله اونطفوا البوم لامبا كان على البوطه
كانت على الموطة ديك الراديوس إلا كان الراديوس وكريت يقول واحد ديك اللي كتنفخ أيه زيد ماكينة هادوك حاضين الفلوس حاضين عال الفلوس إيه خصهم يقضي وراثهم زيد نسيوية خصهم معدهم تارية اللي بجيبهم هادو سميتهم الله يعمل شي عرس أيه وخزين وانا السادي حصلوا شافوا الحصيصة جمعت قوت الفلوس أرانا دار رسم تيدبزو واحد بيع واحد الاخر طيحوا فوق داك لانبا فوق اطفات لانبا زيد الربع الاخرى مشاو للباليزه قود داك اللي تيديروا ويا الفلوس هزوا الريالات هزوا الريالات وزادوا تخلطت الكره كلب ملي ولا على الحصيصه شعلوا الضوء ولا الحصيصه القى يعيدهم ايدهم والصحراء معلم كمال جا قال مداو هداو حبسوا مالك ارزيق وليداتنا داو داو الباندي داو المكي بكري بكري كانوا كيخطفوا العيالات كان يخطفوه ها كان العرس وصل يطراد شي في العرس كاع في العرس وانت نهضر معك واقع في العرس العروسة نوضها من 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 قدام عريس من قدام من قدام راجلها في الحنة انا تنهضر معك ديك العريس مع العيال العرس مع العيالات هي اللي تمشط لها اللي تيدير هذا الحق لك على العيالات ورفض العروس وداها وهذا شي حاجه ولا شنو الزويجه ديالو بزويجته زويجته ديال الحمام ديال القريقر وديال القرطاس هاك غادي تقتل اللي غادي نجي ابنتها هي غادا قدامه وما نقدر شي وكي يديروا مساكن الناس مني مشي العروسه كي يديروا تيتبركسوا كيتبعوا حد تيتبركسوا فين غايتبعوه خايفا كل ليله تدخل على خيمه الله يرحم الوالدين كل ليله تدخل على خيمه هذا كان من عاد اللي كان يدير هادشي شكون كان يقدر يهضر معاه والو كيفاش قلتي لي ابوه بوه يشبه بوه تيقول زرع من الحلو تاكل الحلو وزرع من الحار تاكل ما حر منه زرع من الحلو تاكل من الحلو وزرع من الحار تاكل ما حر منه حيت لي اصله دفله عمره ما يحلى لي اصله دفله عمره ما يحلى ولو تخشي في جبح النحله لي اصله تفاح عمره ما يتلاح لي اصله تفاح عمره ما يتلاح ولو يتباع في جنب الملاح وخا يتباع في جنب الملاح في جنب الملاح نعم حيت الوالدين شزرع بيا وتهتهت يريباتو الوالدين خليف صلاح اللي فاتو هلي نجراو وجارو وصرفو الحسان بقبالة المرض كيعطيو سارو الجنة ومسخوط تعطيو سارو الجهنم رضاو عليك الوالدين رضا عليك الله تعالى سخطوا عليك الوالدين سخط عليك الله تعالى حيت كبروك من الكسوة الصغيرة تال الكبيرة خدموا عليك صيف وليالي كلاو عليك رخيص وغالي خدموا عليك من اللي كانوا الشباب تال الرشاب تومروا عليكو في الاخر الحكيم تاني تلوحهم هالي نربح منهم ونخسر منهم كيفاش قلتي لي شريت معزه ولقيت مكتوب في طابقها كلام رباعي ها الموحد عطا الله وقال لك انا نجت على دراعي كل شيء من الله صحيح كل شيء من الله حيت هو واحد الرامي مشيت يصيد بالغابه وتا وحشيه ما شدها وقال صحابو يلا معايا ما بغاش يمشيو معاه وجاي مجم اللي بحاله مسكين هو يتمجيلو للسبع قال بسم الله براك ما ضرب السبع للجبهه مشيت يقلب هذيك الضربه ديال السبع تلقى فيها لوح ديال الذهب كانت من فيه السمية ديال السبع وتاريخ دياله فوق الزيد وكذا كذا هو يجبدها هو يصرفها كان هو الفقير فيهم صدق هو الغني قال سبحانك يا جليل أرزقك أتيك وليكن في جبت أسد لتأكل ما تعرفه كين هو صدق هو من هذيك التابعة مسكين إلهية في الرزق ولا بدها تأكلها ولا بدها تأكلها وخا تكون فراس السبع فراس السبع لا تقول المكتبة للشوارب ولا تكون من الوحش العرب هذاك الشيء علاش قالوا المكتبة في الشوارب ولو تكون من الوحش العرب تاكلها 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 واخا تكون عمود كاع عمود ثاني هذاك اجر ثاني سبيل الله الله يجعلها في الميزان المقلوب على المقلوب وما المقبول ما بغيتيش لا لا هذاك هذا عمود هذا كيفاش قلتي لي اللي كلاتو النحلة ما مشى في خلا اللي كلاتو النحلة ما مشى في خلا حيت النحلة فيها زوج سنتيم كتاكل الزهر والورد كتعطيك يدرو ديال العسل بيه ب 3000 4000 وليك لا تروح حماره مشى في تماره حماره تاكل كيميو ديال 38000 وكتعديك تحت ب 1200 شو ها النحله دابا النحل فيه كيمشي تيمشي الربيع تياكل الزهر كيعطيك العسل الدبان فيه كيمشي للزبل كيعطيك العفن عمرك شتي نحله حاطه فوق الزبل لا وعمرك شتي دبانه والده العسل لا ايوا راه هنا فاش بغات كيفاش قلتي لي شوف ليام وشوف لونها شوف ليام وشوف لونها
كان بكري في المدينة المرأة مدينة جلاب ونقاب وما يبانوا عيونها كالحية، والمرأة في العروبية مدينة يزار بزوفي يجوز مترو تتشوف رجال كدير يدي على شونها. هذه مشات أيام الحياة ولو قر، مشات أيام الحياة ولو قر، كان ما بين الحد والحد تمن جوج متر ولا ثلاثة، كترعى الغلم والبقر، ترعى الغلم والبقر، وكان الخير زايد كيكتر، وكان الخير زايد كيكتر. اليوم شوف الأيام ولا محرات بوجيه، ولا المحرات بوجيه، كاين لوح تراب من هنا ومن لهيه، لوح تراب من هنا ومن لهيه، وليداز يزلق وخا يكون راكب ولا على رجليه، ليداز يزلق وخا يكون راكب ولا على رجليه. ايه شوف الأيام كي ولات ما يحضر السلامة، كل شيء تبدل، شيء تبدل. كيفاش قلتي لي الدار بلا باب والجامع بلا محراب والفقيه بلا كتاب والبحر بلا ما بلا سحاب؟ آه. كيفاش زعما الدار بلا باب؟ الدار بلا باب وهو القبر. وكيفاش الجامع بلا محراب؟ الجامع بلا محراب وهي مكة عز الله. وكيفاش الفقيه بلا كتاب؟ الفقيه بلا كتاب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قراش ما نزل عليه من السماء. وكيفاش البحر بلا ما بلا سحاب؟ البحر بلا ما بلا سحاب وهو العليم العلامة عامر، لاش ما سألتي تعطيك الخبر. بحر ديال العلم، بحر ديال العلم. ميزميز نعم. كل حاجة وقيمتها. أي كل حاجة وقيمتها. حاجة اللي عد ليها بال راه ليها بال. نعم. واللي اللي طيحها الوقت راه مطيحها الوقت. الهند بالوقية، الهند بالوقية بحال الذهب. شو هاد الذهب اللي بغيتي تبيعيه فين غتبيعيه؟ غتبيعيه بلاصة خضرة. عند هيبية. عند هيبية بلاصة والمويدين ديالو قديداش؟ إيوا. إيوا تما قالوا الهند بالوقية والحديد للكيلو والبلانش للطون. واهي بدا صافي منهم تتنيت انا واحد منهم زيدت خليه يقول سلام عليه كلام واه يا دادا واه يا دادا واه يا دادا حليا فتحت اللي جنات والمقادة واه يا دادا واه يا دادا واه يا دادا حليا. كيفاش قلتي لي تتنيت انا تول المقادة؟ اذا كانت خاسرة بقيتي تم للمقادة ديال القنيطرة. آه ما كتخسرش هذه ديال البلديه ديال العماله، ديال العماله ما عمرها تخسرها صحيح. سير كيفاش قلتي لي الفقيه والدجاجه؟ الفقيه سيدي مشى لواحد الدوار واحد القبيله شارط فيها. اي شارط فيها، وين قبيله ناقصه ماشي ديال الجواد زيد تيقول الجواد والجواد عليهم كيت
الجواد والجواد عليهم كيت. الجواد والجواد عليهم بكيت. عمر عود دفلا ما يخرج منه الزيت كاع. والجواد موالين سيوف طيلة. عمر البقرة مدد ولا كون صوفتها طويلة. زيد مشى شار تم. مشى شار تزيدك الناس ناقصا ما كانش يجيب له الماكلة. طلع له الدمتم غادي يمولي بحالو. هو يلقى واحد راجل قال ما كان لقيت جيتي اليوم غادي اليوم. قالوا جيت هاد الدوار من الصباح لا فطور لا غدا لا انت كتشوف دابا حالة وتقول شي واحد جاب لي الماكلة. انا غادي زوتي قطع فيا. قالوا دور لهنا. سيد عيط لما قال لك شدي الفروج ذبحيه ودير لي الطعام لفقيه. ذبحات ودارت عليه الطعام تامو الخير قصها قداس عامرة. هذاك السيد اللي عرض على الفقيه عنده جوج ولاد وعنده جوج بنات هي أربعة هو ومرتو هي ستة هو السابع. والفقيه دخل من هي السابع زيد. قالوا الفقيه انت لغا تفرق لنا هاد الفريريز. الفقيه طولانطي شر الفقات عطاهم الدراري الجنحين عطاهم البنات الديل عطاها المرأة العنق عطاها الرجل مول المحل. الفقيه خدر صدر يقولوا الفقيه اسم فرق درتي. قالوا هذا فرق المعقول. اش قال لي؟ قالوا اسم فرق درتي الفقيه. والفقيه تشتكى كتخرج هذا غير من المرق دي. قالوا هذا فرق المعقول. فرق المعقول رجين عطيتهم الدراهم وعكاز المحل. وعلاش غتوقف الدار؟ انا توقف الدار. والجنحين عطيتهم البنات على ما قادوا غيطيروا 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 غيديهم الرجال. اييه والديل والديل عطيته للمراه وانت عطيتك العنق. قال الله يجعل تقليد ولادك في عنقك. ويدور فيه مول الدار. قال لي علاش خديت الصدر؟ قالوا علاش خديتي الصدر؟ قالوا انا الفقيه قاري ستين هز صدري اخذت الصدر. ايه قالوا الله يعز الطلبه يا ودي الطلبه يا دار لي تخريجه. تخريجه قد قد. قال لي انا هز القران في صدري. اللهم انا صدري يكون عامر الحب. انا بس الصدر. كيفاش هذيك القضيه ديال صوتني القرد في خيمتي؟ هذيك صوتني القرد في خيمتي. واحد خينا كان عنده قرد خرج به الدواور تيسال بالدواور هذاك الشيء. كان واحد زوج قبيل فارقهم غابه. ملي مشى للغابه حركوا هذاك الفقيه وهو هذاك مول القرد تيضرب الشقيبات. ادخل بوسط الغابه ضرب الشقيبات وظل هو ينعس. نعس طلق يدو القرد هرب له بسلسلته. الغابه قلبت عليا وتقول شدو. ملي دابا ولدي مشى للقبيله كوا قبيله تقول ما هي القرد عندي راه واعر واخاف وبقى يشدو يديلو. القرد عندي راه واعر وراه كيذبح وراه كيقتل وياك وتقربوا لهنا القرد شدوه. هو الناس اللي كيجي قلب الغابات يقولوا هذاك القرد يشدك هذاك القرد يذبحك كلشي ولا خايف من القرد ولا شانع ولا شان هذاك القرد. هو هذا يقلب باش يشدو ما يشدوش زيد. وهذا خينا صايغ. قال المرسول والله مسر ديال القرد والله لا خفت منه. انا غنشاهد عمتي وعمتو في الدوار الاخر بيناتهم الغابه والله تنطوع بو. والله لقيت بو تنطوعو. يا ودي اقعد. قالت له غنمشي. الله انا ما كنخافت من واحد وانا راجل كذا كذا. هو يهز ذروته وتم غادي. المرسول طولانطيه تبعثهم الله وخلاتو هزاد الظلام تبعثهم الله ورزت سلسله وتبعثو. هو غادي والمراه تابعه هو غادي والمراه تابعه. عاد خلفو الغابه المراه سبقاتو دات من ليه وشبكت خرجت في السلسله. سيتي يشوف ويضرب شوية تدخل شوية سعداته ثم غادي يهرب تيسحبوا القرد. هو غادي يهرب والمرأة حاط عليه هو هارب وحاط عليه فالحق بالمحل ديالو حكلة وجلافته هو يطيح خبو جا فوق منه. المرأة قادت فوق منه سبق انت تخبط فيه هاشبك صوتني القرد في خيمتي صوتني القرد في خيمتي يا عمرتو. وكيفاش القضية ديال الخبيزة؟ هادو خبيزة واحد جوج مشاوية تيكميو الكيف زيد. واحد غضبان على المرأة وواحد مرضو تم. هذاك اللي غضبان على المرأة دار في صاحبه قال له عرفتيش رانا نوتها مع المرأة ومشات غضبانة ودابا غاتسيبني ندير واحد التقصيدة ديال الكيف معمر بالريال ديال اتاي وجيب لي العشيبة وتعالى نقصرو شوية. قال له واخا. الاخر مشى للمحل تلقى مرته مطيبة خبيزة. خبيزة كتعرفها كتعطل شوية في الطياب. كتشد اليد. كتشد اليد تتعطل في الطياب. هو بقى مصدع المراه دارت خبيزه طيبتها دارتها له في طبسيل اللي دخل في خوه مثل ما غادي كيجري عند صاحبه. والظلمه والظلمه هو يدخل فوز البهيم فوز البقر هاكلو وتد ديال البقره هو وطبسيلو. خبيزات له واحد من الطبسيل جات في الزبل عاد ظلام. الراو ديال البهيم الراو ديال البهيم تفتفت ايام كان لا اله الا ولا بكري تفتفت ايام يلقاها زبله سخونه. حنه ديال البقر حنه ديال البقر زي صاحبها خبيزه هزها حطها في الطبسيل. هذيك كحلة والأخرى كحلة. قال صاحبه جيعان عاد ضرب الدرب الأولى قالوا العربية دي ريحة الزبل
قالوا سرق الزبله الى خبوز غير الحار تادر الحار وقدي الغرض عقدي غرض عقدي الغرض الحار تفرق كل شيء راه مزير مزير راه مزير مزير. قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرد الفلاحي.